في مدينة العريش انطلقت فعاليات مهرجان سباق الهجن، واللي بيتم تنظيمها بمناسبة احتفال المحافظة محافظة شمال سيناء بالعيد القومي. بيشارك في المهرجان عدد كبير من المتسابقين من مختلف المحافظات. من أحلى وأجمل أنواع السباقات سباق الهجن، لكن الأحلى أنه يكون موجود على أرض الفيروز بشمال سيناء بعد عودة الحياة والأمن والأمان وبعد توقف لسنين. الأجواء الجميلة المبهجة اللي موجودة في سباق الهجن بتأتي كمان احتفالاً بعيد تحرير سيناء. تعالوا بينا نبدأ السباق ونشوف التراث السيناوي الأصيل. وسط الأجواء المبهجة دي انطلق سباق الهجن في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش بمظاهر احتفالية بتؤكد على رسالة السلام وعودة الأمن والأمان لشمال سيناء. والحقيقة كان في استعدادات خاصة وجميلة في انطلاق السباق، جمعت بين كل الفئات والأعمار احتفالا بعيد تحرير سيناء. سباق الهجن ده كان بالنسبة لنا قضية رئيسية، ولازم ننشئ حاجة مش موجودة في مصر كلها. وقد كان احنا الميدان الهجن اللي احنا واقفين فيه ده يعتبر من افضل، او اقول افضل الاماكن اللي هي بيتدرب فيها الهجن. واحنا طبعا كانت الازمه اللي كانت عندنا الارهاب وخلافه وضع حد لممارسه هذه الرياضه، ولكن بعد دحر الارهاب عادت الرياضه مره اخرى، وكل سنه نسبه المشاركه فيها بترتفع والجوائز بترتفع. فيعني احنا يعني بنعتبر نفسنا من اسعد الناس عشان خاطر سباق الهجن بيجرى في مدينة العريش، وهي الميدان رقم واحد على مستوى الجمهور. سباق الهجن بيشارك فيه 600 مشارك من 17 محافظة، هيخوضوا على مدار يومين 26 شوط بحضور 22 قبيلة استعدوا للسباق ووصلوا لمدينة العريش للمشاركة في السباق والاحتفال بتوزيع الجوائز المالية على الفائزين. نستعد لهذا المهرجان من أكثر من 3 شهور، كان في اتصالات مع وزير الرياضة والمحافظ عبد الفضيل شوشة على التحضير لهذا المهرجان، وبيتم إبلاغ المحافظات كلها المهتمة بهذه الرياضة للحضور إلى العريش، ولم يبقوا حتى القوات المسلحة والشرطة، كل القيادات مهدت لنا الطريق لكي يخرج هذا المهرجان بالصورة اللي شايفين أنت. كل محافظات مصر 17 محافظة، عندنا 22 قبيلة من قبائل كبيرة في مصر موجودة في شرم الشيخ في العريش، عندنا 600 مشارك من الهجن العربي الأصيلة تتنافس على 26 شوط في زخم كبير، وحضور طيب من القيادات ومن المسؤولين عن القبائل. وبنتوجه عبر منبركم هذا الدكتور شرف صبحي راعي الرياضة في مصر لدعمه لرياضة الهجن في كل المحافل وكل المناسبات في كل المحافظات أيضا، والمجلس القومي للقبائل العربية أيضا متواجد معنا. التكاتف بينجح أينما وجد، وأنا كرئيس اتحاد الهجن برضو بنسعى خارج مصر أن احنا ننشر هذه الرياضة لكي تستطيع الهجنة المصرية تنافس دوليا. وإن شاء الله الفترة الجاية هتكون الصعيد والبحر الأحمر يكون في انتشار لهذه الرياضة. طبعا مشاركين احنا في المهرجان بتاع الهجن، وجايين بجمالنا من الأقصر ومن أسوان، وبنسعى الجمل ونولد عندنا وندرب للسبق، وبنجي شرم الشيخ وبنجي إسماعيلية، وهم بيجوا عندنا الأقصر والوادي الجديد. فالتراث ده أصلا من دم البدو، يعني عاش في دمنا، احنا ما قدرناش نستغنى عنه. وان شاء الله ربنا يتم على العريشة على خير، وسيناء ان شاء الله باذن الله في العمار وزياده المهرجانات. مستعدين بالجمال، لانه احنا كان عندنا في شهر 2 سباق برضه في محافظه الوادي الجديد الاقصر، فلبينا الدعوه وجينا بجمالنا عشان احنا نشارك معاهم زي ما بيشاركوا معانا هم في الاقصر وفي الوادي الجديد وفي اسوان. فاحنا جبنا جمالنا وجينا طبينا النهارده ان شاء الله للمشاركه بعون الله، وربنا يتم على خير باذن الله. وعلى هامش سباق الهجن أقام متحف التراث السيناوي معرض لعرض مقتنيات المتحف اللي بتحكي وبتجسد التراث السيناوي القديم والأصيل. أهم المقتنيات هي مقتنيات تراثية كلها عدت أغلبها 100 سنة. لو حضرتك شفت كده الثوب البدوي، أو هو ما يميز السمة البدوية لشمال سيناء اختلافا عن كل محافظات الجمهورية، هو الثوب البدوي وزينة المرأة
السينوية. زينة المرأة السينوية دائما بتلبس البرقع والقناع والصوفية اللي هي الحزام والتوب. الزوجة لها توب والبنت العروسة لها توب. ثم قلنا في 25 إبريل لابد أن احنا نتواجد، فجات لنا توجيهات السيد المحافظ أنه في مهرجان الهجن لابد من وجود المتحف التراث السيناوي. انطلاق سباق الهجن تضمن عروض فنية شارك فيها عدد من أطفال سيناء وفلسطين لرسم البهجة على وجوه الحاضرين. طبعا اتبسطنا هنا النهاردة قوي وشفنا المحافظ وسلمنا عليهم وعملنا فقرات ولعبنا واتبسطت جدا جدا هنا، ونشكر جميع الناس اللي شاركوا في الحاجة الكبيرة دي اللي احنا عملناها النهاردة، ونشكر برضو جمعية الفيروز. وعملنا أغنية سيناء أوابينا، وبصراحة اتبسطنا واتبسطنا قوي عشان احنا جينا عملنا فقرات واتبسطنا، وهنتفرج على سباق الهجن. صراحة احنا مبسوطين قوي. انا من فلسطين، واحنا كتير بنحب التراث وبنحب ان هم كانوا بيشاركونا بكل فرحتنا، وبنشكرهم على الاخر. بنشكر الفيروز، بنشكر المحافظ عشان هو اجا وعملنا فقرات كتير حلوة وغنينا ولعبنا. انطلاق سباق الهجن بيعد احتفال رياضي مهم بيعكس جمال التراث السيناوي وعودة الحياة لمدينة العريش، وكمان الترويج للمدينة سياحيا ووضعها على خريطة المدن السياحية الكبرى. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.